هذا المركز الصحي في مدينة اللطم تم بناؤه من أيام المقبور حافظ أسد لعنة الله عليه، واليوم استهدفته عصابات الابن بقذيفة هاون من دير محردي، مما أدى إلى إحداث دمار في هذا المركز الصحي في مدينة اللطامنة. هذا المركز عادة يغص في المرضى، ولكن في وقت خارج الدوام لم يتواجد فيه أحد. استهدفته عصابة الأسد بقذيفة هاون، هنا سقطت القذيفة في هذا المكان، مما أدى إلى إحداث هذا الدمار في المركز الصحي في مدينة اللطامنة. طبعا هذا المركز الصحي الوحيد في مدينة اللطامنة. هنا على ما يبدو عيادة سنية قامت استهدافها عصابات بشار الأسد من حاجز دير مهردي بقذيفة هاون 3/7/2013. هذا أثار الدمار في المركز الصحي في مدينة اللطم من جراء استهدافه بقذيفة هاون من حاجز دير مهردي 3/7/2013.